جنت الرياضة، أهلا بكم. أعتقد الزيارة التاريخية التي قام بها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي أمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية. الحقيقة هي قديمة، العلاقات دي مش جديدة ولا حاجة، وإحنا دايما متشاركين دايما في النواحي السياسية والنواحي الاقتصادية، في دايما قرب في وجهات نظر البلدين شعبا وحكومة. الحقيقة يعني طبعا الحفاوة التي قوبل بها الضيف الكريم من القيادة السياسية ومن الشعب المصري أمر ملحوظ للجميع. أيضا اصطحاب السيد الرئيس معه الضيفي الكريم في جولة داخل قناة السويس الجديدة والأنفاق، يعني الحقيقة حاجات تدعو للفخر. الحقيقة يعني لما بنخلي ضيوفنا يشوفوا اللي احنا عملناه بنبقى حاسين ان احنا عملنا حاجة فعلا. وأيضا أكرر الدعوة لكل مشاهدينا في مصر كلهم، الخروج يوم 26 و27 و28 من الشهر الجاري، المشاركة في أكبر عملية انتخابية وأكبر عملية ديمقراطية وهي الانتخابات، اختيار رئيس الجمهورية أو الأدلاء بصوت كل مصري، رجل امرأة، كل من له حق التصويت لابد أن يتوجه إلى لجان الاقتراع لكي نظهر بالمظهر الذي يليق بحضارة وقوة وعزم وإصرار أحفاد الفراعنة. ان خد بالك انت بره بيشوفك وبيراقبك عن كثب وعن قرب، نفسه يمسك لك اي حاجه، فمش عايزين تبقى الامور يعني نسيب لحد فرصه يتكلم كلمه. فوقفنا وثبتنا هو اللي هيقرر مصيرنا، مش في الانتخابات بس، مش قصدي، ثبتنا في عمليات اللي بتتم في مصر، سواء تطهير سيناء من جذور الارهاب، سواء العمليات الاقتصاديه الضخمه والمشروعات الضخمه. طبعا المواطن المصري بيتفهم هذا جيدا، زي ما حضراتكم طالبتمونا ان احنا يعني كرة القدم هي لها النصيب الاكبر في كل حلقاتنا. طبعا احنا بنلبي الدعوة بطبيعة الحال لحضراتكم، فحلقاتنا كلها لو تاخدوا بال حضراتكم اللي متابعينا كلها تقريبا كرة القدم زي ما حضراتكم طلبتوا. هيبقى معايا مع حضراتكم ضيوف اعزاء كابتن احمد سلام الناقد والمحلل الرياضي. اهلا بحضرتك يا كابتن، نورنا وشرفنا. وايضا ضيف جديد انضم لاسره الضيوف البرنامج كابتن احمد عبد الرحمن الناقد والمحلل الرياضي. اهلا بك يا كابتن، نورنا ومشرفنا. اهلا بيكم. ونبدا حلقه خاصه من دلتا الملاعب، والبدايه بمنشطات الصحف كما تعودنا. الخبر الاول، الاحمر لعب باقل مجهود واضاع ركله جزاء واهداف بالجمله لوليد سليمان واثاره. الاهلي يهزم منانا الجابوني برباعيه نظيفه في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. تفاصيل الخبر، فاز الاهلي برباعيه نظيفه على ضيفه فريق منانا الجابوني في المباراه التي اقيمت امس باستاد القاهره بحضور جماهير قليله في افتتاحيه ذهاب دور ال 32 لبطوله دوري ابطال افريقيا، وادارها الحكم المالي تراوري. لعب الأهلي المباراة بأسلوب السهل الممتنع وبأقل مجهود ممكن ليقطع نصف المسافة للتأهل لدور 16، واللعب بأعصاب هادئة في مباراة الإياب أمام منانا بالجابون. هذا وقد أضاع وليد أزارو عدة أهداف أكيدة نتيجة عدم التركيز. بدأت أحداث المباراة بهجوم حذر من الأهلي لجس نبض الفريق الجابوني، وكذلك معرفة نقاط ضعفه ومواطن قوته قبل نسج طريقة اللعب الملائمة للاعبيه خلال الخمس دقائق الأولى، والتي شهدت ضياع هدفين مؤكدين للأهلي ساهمت رعونة أزارو في ضياع الفرصة الأولى أمام المرمى. أبدأ بترتيب الجلوس كابتن أحمد سلامة. أربعة برضو يعني برضو شيء مش وحش يعني. الاهلي فرقه كبيره، وده كرنفال، ما كانش مباراه كره قدم، كان كرنفال واحتفاليه الاهلي في في بدايه مشواره الافريقي. وطبعا الاهلي خلاص دلوقتي صعد للدور 16 بكل المقاييس. يعني الاهداف اللي ضاعت كانت هتبقى يعني لو اتحققت كانت هتبقى فيها زي ما بنقول كده الاهلي بيخوف الفرقه اللي هو في البطوله معاه. ما اللي مخوفها مطلوبه طبعا برضه. بس اكتر يعني فالاهلي رسم لنفسه طريق وشق لنفسه طريق. طبعا مروان محسن جاب الهدف الاول في الدقيقه 14 من الشوط الاول، وبعد كده وليد ازارو في الدقيقه 20، عبد الله السعيد في 65 و69 من الشوط الثاني. طبعا ضاعت ضربه جزاء لوليد سليمان،
المباراه كانت بالنسبه للاهلي مباراه سهله جدا. كابتن حسام البدري ادار المباراه باتقان، الاهلي بيثبت ان هو الكبير. طبعا الاهلي فاز بالبطوله ده 8 مرات متتاليه، اخرها كان في 2013 مع الكابتن محمد يوسف، ولكن العام الماضي لما وفق الاهلي وخرج من النهائي امام الوداد المغربي. بنامل السنه دي ان شاء الله ان الاهلي يحصل على البطوله. بس انا بس كنت عاوز اشير الى حاجه اللي حصل بعد المباراه من تكسير للمقاعد. لا طبعا شيء سيء، شيء سيء جدا. وبعدين احنا يا استاذ علاء عمالين نقول يعني نقاد الرياضيين والمهندس خالد عبد العزيز وكل من له مهتم بالرياضه بنحاول اقناع الجهات الامنيه بعوده الجماهير. كل ما نحاول نقول والناس تبدا تقتنع، انا اسف اللفظ، يحصل مصيبه. كل ما نقول والناس تبدا تقتنع يحصل مصيبه. طب يا جماعه ترجع ازاي؟ ما دلوقتي الجهات الامنيه لها كل الحق انها تتخوف في اتخاذ قرار بعوده الجماهير. نعم. احنا مدخلين 5000 بس وكسر 5000 كرسي، يعني كل واحد كسر كرسي. لا ينفعش. وبعدين تيجي تشوف الاهلي، الاهلي جمهوره عظيم والاهلي جمهوره عريق، ومش ممكن يكون الاهلي جماهير الاهلي اللي عملت كده. يعني الاهلي بينفي بيقول اللي حصل ده مش من جماهيرنا، الالتراس بيقول احنا ما عملناش. رابطه الجماهير برضو قالت انه كابتن كابتن احمد عبد الرحمن اتفضل. هي رابطه الجماهير امبارح طلعت قالت ان مش هم اللي عملوا الموضوع ده، نفوا هذا الكلام واستنكروا الموضوع ده، ودي حاجه جديده اصلا. يعني هم ما كانواش بيعملوا بيانات قبل كده خالص. بس انا بقول ان امبارح كان في فوائد كتيره للنادي الاهلي، ان هو قدر يخلص من مشكله عبد الله السعيد واحمد فتحي. دي كانت حاجه كويسه جدا ان هم الاثنين اللعيبه شاركوا باجاده. عبد الله السعيد عمل اسيست وجاب جون تقريبا. وفي حاجه كمان ان الاهلي عنده من افضل 3 لعيبه اجانب اللي جم في اخر تقريبا 15 سنه في الدوري المصري ككل. عندك وليد ازاو والثلاثه انضموا للمنتخب. بس ازاو ضيع هدف كتير قوي كابتن احمد. هي المشكله في 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 المهاجم، في المهاجم عموما بتبقى في بيقول عليها في 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 الكم مش في الكيف. كم الاهداف كم الاهداف؟ وجاب 17 جون في الدوري وخلاص بيحطم الرقم بتاع فلافيو. فانت داخل يعني نحاول يهدي وترت الامور شويه. يعني نحاول ايه يعني نحاول نهدى عليه، هو بيجيب اجوان فمطلوب منه انه يجيب اجوان. وعلي معلول برضو واحد من افضل اللاعبين الاجانب اللي جم برضو في الفتره الاخيره، واجاي انضم للمنتخب في التجميع الاخيره مع نيجيريا. فاعتقد يعني دي الفوائد، يعني ما نبصش للسلبيات بتاعت الماتش. لكن الاهلي يثبت دائما انه هو الحصان الرابح دائما. هو الاهلي عموما لو وصل اقل من قبل النهائي بتبقى بالنسبه له كارثه. لو ما وصلش قبل النهائي، لو اقل من قبل، لو طلع قبل النهائي تبقى كارثه. بس متوقع ان شاء الله انه هياخد باذن الله. خلاص كده يعني هو 8 مرات على التوالي. ما شاء الله يعني هو خلاص. هو دلوقتي الاهلي ما اعتقدش ان في تاريخه خسر 5. فهو خلاص هو صعد دور 16. باذن الله برضو في دور 16 خلاص هو برضو مش هنشوف القرعه هتوقعوا مع مين. اعتقد يعني ان الاهلي مستعد لدوري المجموعات جاهز. من دلوقتي كمان. صحيح. يعني مش لسه قدام. ولم ينهكوا الدوري، يعني الدوري محسوم من الدور الاول. لا لم ينهكوا، يعني هو الدوري خلاص. لا بالعكس أهلي يعني. بالعكس الدوري الاهلي مستقر جدا. بس الاهلي عنده اللي هي السمه بتاعه النادي الاهلي ان هو ما تعلمش الخساره، ما تعودش على الخساره. ما ينفعش ان انا حتى انزل وانا كسبان وفارق 15 نقطه عن اللي ورايا ان انا انزل برضو او العب ماتش قليل او العب ماتش. صحيح. مش بالحماس. نعم. اللي انا متعود عليه. بس نعم تمام. انتقل الى الخبر الثاني. المصري وسيمبا التنزاني مواجهه مصريه فرنسيه بالكونفدراليه الافريقيه اليوم. تفاصيل الخبر. تتجه انظار نصف مليون بورسعيدي والملايين من متابعي الكره المصريه تجاه الاستاد الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في تمام 5 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة لمتابعة وقائع اللقاء المرتقب بين فريقي المصري وسيمبا التنزاني في جولة الذهاب لدور 32 بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية. هذا ويخوض الفريق البورسعيدي لقاء اليوم بمشاركته الأفريقية الرابعة في تاريخه بأمال جماهيره الطامحة في تخطي العقبة الثانية بالبطولة في طريقه للدور الثالث المؤهل لدوري المجموعات. وأيضا أمنيات محبيه الراغبين في إحراز بطولة أفريقية يتوج بها النادي قبل عامين من احتفاله بالمئوية. وفي المقابل من المتوقع أن يحتشد الآلاف من مشجعي الفريق التنزاني خلف فريقهم بالإستاد الوطني الذي يسع 60,000 متفرج عصر اليوم دفع أسود فريقهم لإحراز الفوز والاطمئنان نسبيا على مستقبل الفريق بمباراة الإياب التي سيستضيفها استاد بورسعيد يوم السبت
السابع عشر من مارس الجاري. بداية من كابتن أحمد سلامة. طبعا يعني فريق المصري فريق كبير، وكابتن حسام حسن عامل شغل كويس جدا في الدوري. الفريق خد خبرات كبيره في اللعب الافريقي، له صولات وجولات في البطولات، بس برضه في المركز الثالث في جدول المصري بعد الاسماعيلي. لا هو الرابع، المصري المركز الرابع عنده متأجله ماتشين، اتمنى الاهلي اسماعيلي اهلي اسماعيلي زمالك مصر زي تمام صح. فبرضه عايزين ندي للفرقه الافريقيه حقها. الفرقه كويسه، فرقه مش سيئه يعني، فرقه حلوه بالنسبه لو جينا نقارن الثلاث فرق اللي بتلعب الاهلي والزمالك والمصري، هنلاقي ان المصري سيمبا اقواهم. سيمبا التنزاني برضه فريق عنده خبره وفريق يعني لا يستهان به وفريق قوي. فالمصري مباراته هتبقى مباراه قويه، مباراه مش سهله يعني. لكن بالنسبه لمباراه الزمالك طبعا اللي هي المباراه دلوقتي شغاله من الساعه 3، بدا من الساعه 3 النتيجه تقريبا قبل ما يدخل الاستوديو كانت 1-1. فالمباراه برضه ان شاء الله تبقى سهله للزمالك وتنتهي بفوز لنادي الزمالك. طبعا الزمالك بيلعب باسم مصر، طبعا الاهلي امبارح زي ما قلنا في الخبر الاول مثل مصر افضل تمثيل، ان شاء الله الزمالك النهارده برضه يكون افضل تمثيل. والنسبه للمباراه سهله، بعد كده هتيجي مباراه في الخميس مساء للمصري، وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. كابتن احمد سلامه، كابتن احمد عبد الرحمن عفوا، بالنسبه للمصري نعم، لما نيجي نتكلم عن وجود حسام حسن ايه رايك في مصر عموما المشوار كله؟ المصري حاله يدرس يعني دي حقيقه الان حاليا بقاله سنتين في وجود حسام حسن. في وجود حسام حسن ونتمنى ان حتى لو حسام حسن طلع من النادي المصري النادي المصري يبقى خلاص خد الشخصيه بتاعته، شخصيه البطل. والنوادي الجماهيريه لما بتخش في بطوله افريقيا تبقى حاجه مفيده جدا للمجتمع اللي هم صحيح يعني صحيح. من المصري خبره والاحتكاك واللعيبه انا بقول حاله ليه على المصري ان كابتن حسام حسن عامل فريق يعتبر من لا شيء. السنه دي هو اعلى تعاقد كان اللعيبه، بس مش فاكر اسمه ايه، اللي هو جابه من النصر ب 10 مليون من النصر. صحيح اللعيب ده فارق جدا مع النادي المصري، وهما ما عملوش تعاقد غيره هو وبنسي حضرتك فاهم انهم رجعوه تاني. صحيح فانا اقصد ان النادي المصري بيتقال عليها باللو بادجت بفلوس قليله جدا عرف يعمل فرقه. هل لو راح الحساب حسن يستمر لمصر؟ ما ده اللي احنا نتمناه. احنا نتمناه، ولكن هيحصل عشان بورسعيد ما يزعلوش. نتمنى شيء الواقع امر جدا يعني. يعني نتمنى انه يفضل حاله كويسه، بس حتى لو رحل تفضل الشخصيه دي موجوده مع النادي. نتمناه طبعا، يا ريت لان زي ما بنقول برضو تواجد النوادي الجماهيريه في البطولات الافريقيه بيفيد جدا. طبعا المنتخب كله بيبقى يعني طبعا بيثر المنتخب كله، بيبقى نعلى الليفل تاني طبعا. زي ما حضراتكم دلوقتي في الرجاء وبتروجيت، المباراه شغاله الان، وبتروجيت والرجاء كانوا واحد، بتروجيت الرجاء صفر، دلوقتي تعادله بهدف لكلا الفريقين. ومخرجنا المبدع الاستاذ شريف صبري هيحاول ينزل لكم دلوقتي الهدفين على قد ما نقدر. الرجاء وبتروجيت الان تدور رحى هذه المعركه، والنتيجه هدف لكلا الفريقين. طيب على ما نجهز اللقطات طيب اللقطات حيه، ده مباشر على فكره يا جماعه الساده المشاهدين، طبعا بننزل لحضراتكم دلوقتي هذه اللقطات حيه ومباشره يعني. طبعا ضيوف الاعزاء في الاستوديو كابتن احمد سلامه وكابتن احمد عبد الرحمن. في تعليق بسيط كده كل واحد في حضراتكم، ابدا بكابتن بعد اذنك يا كابتن احمد عبد الرحمن. الرجاء وبتروجيت الفريق البترولي طبعا واحد، هو طارق يحيى يعني لما راح بتروجيت الفتره الاخيره الفرقه وقفت على رجلها يعني، بدا يعرف يعني حتى الدروب اللي حصل في ماتش الزمالك ما اثرش عليهم. وبرضو ان لو قلنا من مصر حاله، الرجاء حاله مع الكابتن رمضان السيد، فرقه كانت متاخره جدا ما شاء الله عليهم، كسبوا تقريبا 3 ماتشات معاه، والماتش اللي فات مع وادي دجله عملوا عوده جميله، كانوا خسرين 2-0 3-2، ودلوقتي حضرتك بتقول كان 1-0 بتروجيت دلوقتي 1-1. فالفرقه فيها روح، وده برضو بيقوي المنافسه تحت، لان المنافسه فوق خلاص راحت، ما فيش غير على التنافس ما بين الثاني والثالث. كده الثالث والرابع زي بعد لعبه الكونفدراليه صحيح، برافو. فالمنافسه تحت اللي هي يعني ما يقربوا من طنطا ويقربوا من دجله الموضوع هيتزن اكتر. كابتن احمد سلامه، طبعا الرجاء طبعا يعني بيصارع شبح الهبوط، لانه طبعا في المركز 17 قبل الاخير ب 21 نقطه، مباراه بالنسبه له مباراه مهمه جدا. الماتش الاخير اللي قبل ده كان عنده انتعاشه وفاز على دجله 3-2، فبيحاول النهارده يفوز عشان يبقى عنده امل في البقاء، لانه في الزبون الحراري في المركز اللي قبل الاخير 21 نقطه. احنا عندنا يصارع الهبوط يعني عندنا من المركز من ال 15 وحضرتك نازل، عندنا 15 وادي دجله 26 نقطه، وعندنا 16 طنطا 25 نقطه، 17 الرجاء 21 نقطه، 18 النصر اللي هو تقريبا
تقريبا تاكد هبوطه 15 نقطه فطبعا الخمس فرق دول بيسارعوا للهروب من شبح الهبوط. فالنهارده عندنا ماتشين مهمين جدا، الماتش اللي شغال دلوقتي اللي هو الرجاء وبتروجيت، الرجاء بيحاول يهرب من الهبوط، نفس الحكايه برده عندنا الساعه 5 مباراه النصر والطلائع، النصر بيحاول برده انه يهرب من شبح الهبوط، وده هتبقى ختام المباراه 28 نعم. عشان ننتهي الاسبوع 28. نعم تعال انتقل الى الخبر الثالث. الزمالك يبدأ مشواره القاري بمواجهة ولاية ديشا الأثيوبي في الكونفدرالية عصر اليوم. التشكيل بلا مفاجآت، الضغط العالي والتمرير القصير سلاح الفريق والجماهير تنتظر الفوز. تفاصيل الخبر. يبدأ اليوم فريق الكرة بنادي الزمالك، الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، أولى خطواته الإفريقية في ثاني مشاركة له في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عندما يلتقي مع فريق ولاية ديشا الأثيوبي في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت أثيوبيا، وتقام المباراة على ملعب استاد أوسا الدولي الذي يتسع ل 45,000 مشجع. وعلى فكرة الماتش ده شغال 1-1 الآن، هحاول برضه نعرض لحضراتكم أجزاء منه، والذي يتسع ل 45,000 مشجع في مدينة أوسا التي تستضيف المباراة. ويقود اللقاء طاقم تحكيم من ملاوي بقيادة الدولي إسماعيل شيزينجا، ومعه هندريكس ماسيكو مساعد أول، وإدوارد كامبوتي مساعد ثاني، والحكم الرابع باتريك نيجوليكا. الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال حدد هدفه من المباراة، وذلك منذ وصوله إلى أثيوبيا قبل أيام قليلة، وذلك بضرورة تحقيق الفوز والعودة بأمال وطموح التأهل إلى الدور السادس عشر وتسهيل مهمة العودة في السويس، وهو ما كان يركز عليه خلال حواراته مع لاعبيه، وانعكس بطبيعة الحال على التدريبات وأجواء ما قبل اللقاء. وسيكون للفريق أسلوب ضاغط على المنافس مع التمرير القصير المتقن الذي أصبح من سمات الفريق في كل مبارياته. الزمالك كابتن أحمد سلامة اعتقد زمان الفريق كبير بدا في استقرار، بدا يبقى في انجاز، بدا في الشغل، وكابتن ايهاب جلال بدا شغله يبان يعني، وبرده خد فرصه من مجلس الاداره ان هو يثبت نفسه كمدير فني للفريق، بدا يستقر، الاحوال كلها تستقر والامور تستقر بالنسبه للدوري المصري. في البطولات الافريقيه طبعا الزمالك احد قطبي الكره المصريه لا يقل بأي حال من الاحوال عن الاهلي، هيرجع تاني للرياض يبقى الاهلي والزمالك كده على قدم وساق يعني زي بعض يعني هترجع الامور هترجع والزمالك بدا يعني بدا الزمالك الصحوه تبقى انت زي ما الاستاذ احمد قال وزي ما قلت لحضرتك كده شرفت من مبارك ده اكتر من شهر او اكتر من كده، قلت لك الدوري خلص الدوري انتهى، لكن الزمالك بيحاول ان هو برضه يحقق ثقه الانفاس ويعيد ترتيب الاوراق مره يعني اخرى يعني، لان كان حصل يعني اسباب كتير ادت الى انهيار مستوى الكره، تغيير المدير الفني خط متسارع وبرضه اللعيبه برضه اللي هم اخذوا فلوس كتير جدا والزمالك ما استفادش منهم، في اسباب كتير قوي، لكن هو في النهايه الزمالك هو الزمالك زي ما قلنا احد اقوى الكره المصريه، وفي افريقيا هيكون له دور طبعا كبير جدا ان شاء الله النهارده ربنا يوفقهم. كابتن احمد عبد الرحمن، هو الزمالك اعتقد ان تعيين ايهاب جلال كان قرار صائب جدا لان كانت الزمالك كانت مشكلته في اخر سنتين ايام نبوشه، مش نبوشه بس، من ايام ايناسيو ان يعني انت بتتكلم ان واحد مش على درايه بعقليه اللاعب المصري، انت جبت مدرب خبير مع اللاعب المصري، مدرب عارف ازاي يتعامل مع نفسيه اللاعب، اهم شيء مع الاهلي والزمالك بالتحديد ان انت تتعامل مع النفسيه كده كده انت بيجي لك احسن لعيبه في مصر، دي حاجه مفروغ من اهلي وزمالك احسن لعيبه في مصر، فانت بقى تتعامل وتعمل التركيبه كويسه ازاي، التركيبه برافو عليك مصطلح التركيبه كويسه ازاي، هي دي اللي ايهاب جلال عرف يعملها مع الزمالك، هي راحت منه في اول ماتشين او اول تقريبا 3 ماتشات على ما الامور تتظبط، على ما الامور اتظبطت دلوقتي الزمالك عامل 6 فوز ورا بعض دي ما حصلتش تقريبا من 3 سنين صحيح، فانا اعتقد ان ايهاب جلال هيستقر اعتقد بقى ايهاب جلال هيستمر بقى اعتقد يا ريت نتمنى استفيد من الاخطاء اللي فاتت نتمنى، بس برضه في ميزه ان ايهاب جلال بيفهم عربي، اللي كانت المشكله في المدربين الاجانب اللي بييجوا الزمالك ان لما بيطلع رئيس نادي الزمالك بيتكلم على حد منهم ما بيفهموش عربي، فهو دلوقتي بس مترجم، لا في مترجم بيترجم، ما كانش برضه الترجمه بتبقاش حافظ بنفس الروح مش موجوده، فهو دلوقتي رئيس نادي الزمالك تحس ان حتى التيمب قل شويه، اللي هو المزاجيه بتاعته قلت شويه من الانتقاد مع اللعيبه وانتقاد المدرب، والتجديد لاحمد الشناوي وطارق حامد ده يعني في وجود ايهاب جلال قطار الزمالك سينطلق الى الافاق كما نتمنى. كان في السابق نتمنى ان عشان ده برضو مفيد جدا لقوه نعم المسابق. نعم طيب الخبر القادم خاص بالمونديال طبعا، وحلم المصريين بالمونديال امر طبعا يعني كلنا طبعا بنشتاق لهذه اللحظات، ويعني سنوات كتيره جدا عدت من التسعينات من ايام الكابتن الجوهري
ما صعدناش المونديال والحمد لله صعدنا. فتشكيل المنتخب كابتن كوبر يختار 17 محترفة لمعسكر سويسرا ويضم مؤمن وشحات ويستبعد جمال. الجهاز الفني يرجي تحديد موعد اختيار المحليين انتظارا لمباريات القطبين في افريقيا. تفاصيل الخبر. اعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقيادة هكتور كوبر اسماء اللاعبين المحترفين الذين تقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل والمقرر اقامته بسويسرا خلال الفترة من 20 إلى 28 من مارس الحالي، والذي يأتي في إطار مرحلة الاستعداد الأولى للفريق المصري للمشاركة في مونديال روسيا القادم، حيث اختار كوبر 17 لاعبا هم عصام الحضري التعاون السعودي، محمود عبد الرزق شيكابالا الرائد السعودي، أحمد المحمدي استون فيلا الإنجليزي، محمد عبد الشافي الفتح السعودي، أحمد حجازي ويست بروميتش البيون الإنجليزي، محمد النني أرسنال الانجليزي، محمد صلاح ليفربول الانجليزي، عمر جابر لوس انجلوس الامريكي، احمد حسن كوكا سبورتنج براغا البرتغالي، محمود عبد المنعم سليمان كهربا الاتحاد السعودي، محمود حسن تريزيجيه قاسم امين الترك او قاسم باشا التركي، مؤمن زكريا الاهلي السعودي، علي جبر ويست بروميتش البيون الانجليزي، رمضان صبحي ستوك سيتي الانجليزي، عمر وردة أتروميتوس اليوناني، سام مرسي ويجان الإنجليزي، حسين الشحات العين الإماراتي. وبذلك يكون كوبر قد حسم قائمة المحترفين لهذا المعسكر الذي تنافس عليها عدد كبير من اللاعبين المحترفين خاصة المحترفين بالسعودية، واختار نفس القائمة السابقة بعد أن أضاف عليها كل من مؤمن زكريا حسين الشحات فيما استبعد اللاعب عمرو جمال. كابتن أحمد سلامة ثم كابتن أحمد عبد الرحمن فضل. طبعا احنا بنشرب جميع اللاعب اللي بيمثلوا مصر في المحافل الدولية والعربية، وبقى عندنا عدد كبير من المحترفين، وده حاجة كويسة جدا بتثري وبتنمي وبترفع سمعة الكرة المصرية في المحافل الدولية سواء كانت عربيا أو دوليا. لكن برضو انا زي ما برضو قلت اكتر من مره وكتبنا اكتر من مره، قلت في لقاءات كتيره جدا فين الهارموني وفين الانسجام وفين التركيب. المشكله بتاعتنا كوبر دي بقى، دي بتاع كوبر بقى. المشكله بتاعتنا ان احنا بنجيب اللعيبه بوقت قصير جدا قبل المباريات، دي مشكله كبيره جدا جدا. يعني الهارموني والانسجام زي ما قلت حضرتك من مره وطلبت من منبر حضرتك من هنا، ان لازم يبقى في الالفه بين اللعيبه، يعني الالفه في الملعب، الالفه في غرف النوم، الالفه في الاكل، الالفه في الشرب، دي بتدي انطباع وبيبقى عامل نفسي كويس جدا مع اللعيبه. لكن لما يكون التجميع قبل الماتشات باسبوع ب 10 ايام الانسجام ما بقاش كامل، بتبقى العمليه صعبه جدا. الحته الثانيه برضو ان هو التركيز في المحترفين خلاص موضوعهم خلاص، التركيز بقى في اللي جوه البلد او اللي بيختاروا من الانديه المصريه. ان احنا برضو بنركز اهلي وزمالك لو سمحتم يا مسؤولين، هو جايب كل كده من بره، محترفين بره كلهم. لا انا بتكلم بقى على بعد ده كده فرقه من بره خلاص، ده 17 لعيب بتوعنا بس كلهم محترفين. يعني انا بتكلم بقى من اللي جوه برضو، مركزش اهلي وزمالك يعني برضو بقدر المستطاع نبص على الفرق الثانيه. انديه الاقاليم مهمه جدا. ايوه انديه الاقاليم، ونبص حتى لو في لاعب كويس في الدرجه الممتاز بيهم في الدرجه الثانيه في الدرجه الثالثه، ايه المانع ان انا اخده؟ صحيح. ما ركزش على اسماء، لازم نركز على كل اللعيبه. صحيح. كابتن احمد عبد الرحمن، هل وجود هذا العدد من المحترفين اللاعبين المحترفين الذي سيضم للمنتخب المصري في المونديال كافي لاحراز الطفره، ام ان التجانس زي ما كابتن احمد سلامه قال هو الاولى بالاتباع؟ هو حضرتك انت كده كده مرتبط بفيفا ديت، فهو الفيفا بتديك بتسمح لك بثلاث اربع ايام قبل الماتش، فانت مش بمزاجك، بس قبل كاس العالم ممكن تعمل ماتشات وديه، ماتشات وديه كتير وتعمل معسكر طويل زي ما الكابتن بيقول. بس هو كوبر في عنده حته الولاء للعيبه اللي بتبقى معاه، يعني احنا برضه يعني احنا برضه ما نحطش في دماغنا ان احنا ان كوبر ممكن يغير الناس طريقه اللعب بتاعته، طريقه اللعب او الناس اللي كانت معاه من بطوله افريقيا وتصفيات كاس العالم. ودي انت شايف انها كويسه ولا مش اعتقد انها ماشيه يعني ماشي. كويسه او لا ماشي كده ممكن نختلف ولا بالحق؟ لا والله لا ما لا انا بتكلم بتكلم حقيقه يا ماشي الامور هي ماشيه الحمد لله. بس هو نختلف او نتفق او نختلف في طريقه لعبه دي نتكلم فيها، بس احنا بنتكلم ان هو عنده مساحه من اللعيبه انه يختار منهم، عنده لعيبه كتير ومشه كبيره يختار زي ما هو جدا. عنده محمد صلاح ما شاء الله عليه، العالم كله بيتكلم عليه مش احنا بس. طبعا انا متابعت له 10 مليون على فكره برضه، انت راجل حقه لصندوق او 57 10 مليون لجهاز النخاع الحقيقه. دي المصريين الحقيقه خير سفير للعرب والمصريين، نقول ما شاء الله وربنا يحرسه لحد كاس العالم. سعيد جدا بالعمل، كل ما بيلعب ماتش بنخاف
هو فعلا هو ثروه بنقول ايه اهم سفير لمصر بره البلد. برافو عليه. محمد صلاح بيتقال اسم مصر, بيتقال اسم محمد صلاح, بيتقال اسم مصر على طول في كل القنوات الاجنبيه. طبعا تهمنا وتسعد ان اسم طبعًا مصر طبعا قال. لازم نبقى فخورين بيه, فخورين بيه كل طفل فرعون المصري زي ما بيسموه في اوروبا حقيقي بيقولوا عليه رمسيس. فانا اقصد نرجع تاني للكوبر ان هو عنده المساحه كبيره يختار اللي هو عايزه, عنده لعيبه كتير لعيبه كويسين. اعتقد التالق المصري بره كويس, احمد حجازي ماشي كويس جدا, تريزيجيه ماشي كويس جدا مع قاسم باشا في تركيا, محمد صلاح اللهم صل على النبي مش هنتكلم. انا بس كان عندي اختلاف ان هو كان احمد الشيخ, احمد شيخ, احمد شيخ كان يستحق التواجد في, مش عارف اختياراته على انهي اساس. هو راح السعوديه, هو موجود في السعوديه بقاله يومين ثلاثه بيتفرج على الماتشات. هو استبعد عمرو جمال, عمرو جمال ما بيلعبش, عنده مشكله مع مدربه في بيتفيتس, وضاف مؤمن زكريا وحسين شحات. حسين الشحات متالق جدا مع العين الاماراتي, وده بالنسبه للمحترفين اللي هناك طفره ان هم يجيبوا محترف مصري ما بيلعبش, ما كانش بيلعب دولي. حسين شحات اول ماتش دولي ليه واول تجمع دوليه ليه اللي جايه, فده بالنسبه للاماراتيين حاجه جديده ان انت تاخد لعيب مش دولي وتالق معاه. ان شاء الله نفرح باذن الله, باذن الله التواجد المشرف. انا الواحد برده متضرر 8 ل 4 ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. الخبر التالي, عمر يشكر اللاعبين ويهدي الفوز للجماهير واداره الاتحاد السكندري. تفاصيل الخبر, ادم محمد عمر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الاتحاد الاسكندري, فوز فريقه على سموحه بهدفين دون رد في المباراه التي جمعت بين الفريقين مساء امس الاول باستاد برج العرب في اطار الاسبوع رقم 28 من عمر دوري الكره, عمر دوري في كره القدم, الى جماهير النادي ومجلس الاداره بقياده محمد مصلحي في ظل دعمهم للفريق, مؤكدا ان فوز فريقه على سموحة انتشل الفريق من مكانه الخطر بمنطقة الصراع بالدوري, حيث قفز به هذا الفوز إلى منطقة آمنة. كابتن أحمد سلامة, طبعا الاتحاد فرقة كبيرة, يعني الاتحاد طول عمره زي ما بيقولوا سيد البلد ومن أهم الفرق الموجودة في مصر, بس طبعا عايزين نقول إن كابتن محمد عمر إدى قوة وإدى ثبات وإدى إيجابية كويسة جدا للعيبة. المباراه كانت شبه يعني من طرف واحد, سموحه كان ما جاش في الماتش ده, سموحه لعيبه سموحه ما جوش, يعني ما جوش اصلا في الماتش ده, ما تعرفش ايه اللي موجود او ايه اللي حصل. كابتن محمد عمر الجماهير كانت سعيده بيه جدا لان هو ابن النادي وابن البلد وعمل شغل كويس جدا مع الفرقه. طبعا قفز الاتحاد من المركز 14 الى المركز 11, بقى في منطقه الامان شويه. احنا عايزين نقول ان احنا برده مش عايزين نقول اهلي وزمالك بس, كل الفرق الموجوده في الدوري لازم لازم برده تبقى لها نصيب وتواجد, وفي الاخر كله بيصب لمصلحه المنتخب المصري. صحيح. ان شاء الله في الاخر يعني. نعم كابتن احمد عبد الرحمن, انا مش هنضيف كتير على اللي قاله الكابتن احمد. الكابتن محمد عمر على درايه كبيره ابن نادي الاتحاد على درايه بال